طب دكتور، اهم المشاكل اللي ممكن تقابلها في زراعه الاسنان ايه؟ بس اهم مشاكل في زراعه الاسنان دلوقتي اللي احنا للاسف بينا نواجهها كتير بسبب نقص الثقافه شويه والمهور دي ابتدت تتعدل كتير، اللي هو نقص العظم او كثافه العظم. وده بيرجع لحاجات كتيره جدا زي نقص فيتامينات في الجسم، او ان احنا نكون خلعنا اسنان او ضروس وقعدنا فتره كبيره جدا ما عوضناهاش او ما فكرناش ان احنا نروح لدكتور اسنان ان احنا نحط حاجه تاني مكانها. فبالتالي العظم في المكان ده بيتاكل او كثافته بتقل. فبالتالي المريض يجي يقول لك انا عايز ازرع، انا دلوقتي انا عايز احط اسنان. ابتدى يشوف المشاكل اللي بيواجهها بسبب فقد الاسنان. فنيجي نعمل ساعتها الاشعاعات بتاعتنا ونكشف عليه، نكتشف ان احنا عندنا كثافه العظم او نقص في العظم. والحمد لله دلوقتي ابتدينا ان احنا نحل المشكلة دي او ان احنا نواجهها، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نعمل حاجات نتغاضى بيها عن كثافة العظم القليلة بزرعات بتكنيشن جديدة وتقنيات جديدة، ودي برضو بقت كويسة جدا، او يا اما ان احنا نعمل حاجة اسمها زراعة عظم. لو انا عندي نقص بقى في العظم مش في الكثافة، في فرق بين نقص في كثافة العظم، في فرق ان انا عندي نقص في العظم نفسه. طب زراعه العظم دي بتبقى عامله ازاي بقى دي دلوقتي؟ بص، زمان كان يقول لك هناخد عظم من الجسم من مكان ونحطه في مكان تاني ونثبته. الموضوع ده ما بقاش كده خالص. الموضوع ده بقى احنا نحط ماده، الماده دي معالجه بتقنيات معينه ان احنا الماده دي بعد كده تتكون عظم، او يا اما في بعض المواد بنحطها ان هي تحفز العظم اللي موجود ان هو يكون عظم مكانها. الموضوع بقى سهل جدا خالص. يا اما تقنيات تركيبات جديده مش محتاجه عظم. بس هل دي بتبقى ثابته وبتدوم زي الزراعه؟ طبعا طبعا هي زراعه. طيب واكتر حالات بتجيلك ان ناس نسوا اسنانهم ونسوا الفراغات؟ ده بقى كتير. ده بقى كتير. لكن النوع الثاني اللي هو نقص فيتامينز او كده، ده ما بيبقاش كتير. طب التركيبات بعد الزراعه هل ليها عامل قوي في نجاح العمليه ذات نفسها؟ طبعا طبعا طبعا. كان زمان عندنا في التركيبات ماده كده قديمه اسمها البورسلين، اللي هو المعدن من الداخل وعلى طبقه البورسلين من بره. التركيبات دي هي من اول ما اخترعنا التركيبات دي الماتيريال اللي كانت موجوده. احنا دلوقتي بقى عندنا حاجات احدث كتير زي الزيركون، زي الاي ماكس، حاجات تجميليا اعلى. نزل دلوقتي المفروض ان حاجه احدث وافضل اسمها النانو زيركون. طب ده فرق معايا في ايه؟ انا دلوقتي لما باجي احط الزرعات، الزرعات دي عباره عن فكرتها ايه؟ ان انا بحط جذور في العظم بتاع الفك بتاعي ان انا بعد كده احمل عليها او انها تشيل لي تركيبه. صح. كل ما كانت التركيبه اخف على الزرعات، كل ما كان اللود اللي بينزل على الزرعات يبقى اخف. أكيد. فبالتالي بطول من عمر الزرعات بتاعي. ما بيعمليش التهابات في العظم. التهابات في العظم هتاكل العظم اللي حوالين الزرعات. هنيجي بعد فتره نلاقي الزرعات دي بتقع او بيحصل فيها التهابات او مشاكل. فاصبح ان انا كل ما باخد ماتيريال لتركيبه اخف وافضل فده يبقى احسن للزرعات بتاعتي. فدلوقتي نزل في التقنيات دلوقتي اسمها نانو زيركون ويز نانو كاربون، يعني نانو زيركون مخلوط معاها النانو كاربون. ده عمل لنا حاجه ماتيريال جميله جدا ما بتتكسرش خالص، حتى كنا عاملين لها فيديو عندنا على الصفحه ان انت حتى لو رميتيها على الارض ما تتكسرش. خفيفه جدا، القرش كله او الفاك كله لا يتعدى ال 4 جرام او ال 5 جرام. طب وليه مش كل الناس تستخدمه؟ ولا دي بتبقى اغلى ولا طبعا مش كل الناس أغلى عندها ولا لا إيه؟ لسه الموضوع هو نازل ما بقالوش شهور. الماده دي هي ماده امريكي اصلا. هي بقت الحمد لله موجوده عندنا في مصر، بس لسه ما خدتش الارضيه الواسعه للانتشار بتاعها. تاني حاجه ان هي برضو بسبب الكوست بتاعتها، بس احنا برضو بنحاول ان احنا نوازن المعادله بتاعتنا ان احنا نكون خدمه كويسه وماتيريال كويسه في نفس الوقت سعر يكون مناسب. هي اي نعم، بس ابتدت ان هي تنتشر كتير عن الاول دلوقتي، وبقت الناس دلوقتي لما بتسمع واحنا بنحاول نعرفها للناس بقت اوير جدا ان هي خلاص بقوا عايزين. يعني عندي بقى مريض بيجي يتفرج على فيديو يجي يقول لي يا دكتور انا عايز النانو زيركون ده افضل.